السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم على عطر جديد. الناس اللي بتتابع القناة عارفة ان يعني على قد ما اقدر بحاول اجيب عطور جديدة من وقت لوقت بحيث ان تميز، يعني مش هنتكلم في نفس العطور الناس كلها بتتكلم عنها، فعاوزين عطور جديدة بحيث ان انت يبقى ريحتك مختلفة. لو انت بتحب النوعية دي من العطور، عطور مختلفة بتخلي ريحتك مختلفة، ريحتك غير الناس، فالفيديو دوت او القناة دي انت في المكان المناسب. يعني العطر اللي معايا النهاردة من دور غريبة شوية، يعني نزلت تقريبا بقالها كام سنه، مش محدش سمع عنها حتى في اوروبا، محدش سمع عنها لحد ما نزلت العطر الجديد بتاعها السنه دي. العطر ده معايا تقريبا بقاله 10 ايام. العطر ده مختلف. في عطور انت بتشتريها كان شراء اعمى ناجح جدا، 100% ناجح، يعني ما فيهوش غلطه. في عطور انت بتشتريها بتدفع فيها فلوس، بتاخد وقت قبل ما تحبها، يعني بتديها رشه رشتين ثلاثه اربعه خمسه، تقعد معاك اسبوع شهر قبل ما تحبها، بتاخد وقت شويه على ما تحبها. وفي عطور بتكون من اول رشه بتبقى العطر ده انت بتعرف او بتحس ان العطر ده بتاعي انا من اول رشه. وفي عطور بتمشي انت ورا الهايب، الناس بتتكلم العطر ده جميل، العطر ده من احسن عطور، فانت بتدفع مبلغ وقدره، بتدفع فلوس يعني غاليه شويه، بتدفع مبلغ عالي عشان تشتري العطر اللي الناس كلها بتتكلم عنه، لما تشمه ما بتحبوش. ففي احيانا بتلجا يعني لطريقين. الطريق الاول ان انت تبيعه وتاخد فلوسه تاني وتشوف حاجه تانيه، ومش هبطل يعني هبطل اشتري شراء اعمى. يا اما الطريق التاني ان انا هحبك، انا دافع فلوس فيك ودافع دم قلبي غصب عن عين اهلك، انا هحبك وانت هتحبني وهنحب بعض وهن يعني هستعملك لحد ما تخلص عشان ادافع فلوس. فدي نوعيه من العطور مع نوعيه من الناس. بس زي ما قلت في نوعيه من العطور يعني زي العطر ده، انا العطر ده بالنسبه لي كان العشق من اول شمه يعني. فزي ما قلت هي دار اسبانيه لسه جديده، ما حدش يعني بقالها كام سنه بس ما حدش بيعرف عنها حاجه، بس دلوقتي العطر ده جديد. نزل فيديوهين على ما اظن، الفيديو دوت بتاعي وفي فيديو تاني على اليوتيوب، ممكن تعمل عليه سيرش برضه، ممكن الناس بيتكلموا عنه، مفيش الا فيديوهين بس على ما اظن على اليوتيوب. الدار اسبانيه، الدار اسمها غريب شويه، اسمها 2787 27 87، ده اسم الدار غريب شويه، موقعها في برشلونه. العطر اسمه رول اوف 72، يعني قاعدة 72. قاعدة 72 دي قاعدة حسابية للناس اللي بتحب الرياضة، انا ما بحبش الرياضة، بس قاعدة 72 دي قاعدة مشهورة. دي لو انت عندك مشروع، يعني بتخش في مشروع عاوز تعمل، عاوز تعرف مثلا انت هتربح امتى، هتكسب امتى، فانت بتاخد ال 72 او رقم 72 بتقسمه على الفايدة اللي انت بتتمنى ان انت تكسبها. يعني انا فايدتي من المشروع مثلا هتكون، انا عاوز فايدتي تكون 1000 دولار، هتقسم ال 72 على 1000 دولار، هيطلع لك الناتج. الناتج دوت هي دي الفترة الزمنية اللي انت محتاجها عشان تكسب ال 1000 دولار. يعني ممكن يديك مثلا سبعة، ممكن يعني ده سبع شهور مثلا عشان تطلع ال 1000 دولار فايدة او الربح بتاعك. فاسمها قاعدة 72، قاعدة مكعبلة شوية بس ده معرفش اذا كان موضوعنا ولا لا. دي شكل علبة بتيجي بالشكل ده، عشان استنى كده لو شايفين كويس، هنا مكتوب 2787 ده 27 28 87، rule of 72 قاعده 72. الازازه بتيجي، العلبه بتيجي بالشكل ده، علبه بسيطه جدا، ليها حجمين غريب شويه ما تستغربش، ده حجم ال 27 مللي، غريبه جدا ما بتلاقيش عطور فيها يعني بالحجم ده. في حجم تاني كبير اللي هو تقريبا حاجه و80 مللي. ف نصيحه يعني اخويه، انت لو عايز تشتري العطر ده يا تشتري عينه عايز تجربه، لو انت مش عاوز تشتري شراء اعمى، لو عاوز تشتري ممكن تشتري دي 27 مللي دي، انت مش محتاج منها، دي هتقعد معاك فتره كبيره لان العطر من كتر ما العطر قوي رشتين منه هتملى المكان، اكتر من كده العطر هيطلع دخان، يعني من العطور اللي بجد قويه جدا. بص بتطلع الدرجه دي، بص بتقعد هنا في البوكس ده كده، هنا رول اوف 72، هنا 27 87، ازازة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة، زي ما قلت حجم 27 مللي. نتكلم بقى عن ريحة العطر. العطر ايه بقى او طريقه ايه؟ العطر ليذر، يعني ليذر فريجرنس، العطر عطر جلدي. لو انت بتحب العطور الجلدية فالعطر ده بجد بجد هيعمل، يعني ممكن عشان لسه جديد اديله مثلا اول بس ما الشتاء، فصل الشتاء يدخل علينا والجو يبتدي يبرد ويسقع كده، العطر ده هيكتسح الساحه. كلمه ثقه. مكونات العطر،
الدار كاتبه ان هو في مقدمه رايت للزعفران والحبهان والجيرانيومز، زهره الجيرانيوم والسايبرس اللي هي الثرو، تمام. بعد كده في ميد النوتس او في الطبقه الوسطى في اللي هو السيدار وود، كواياك وود، اجا وود اللي هو العود، وال يلانج يلانج. الناس اللي تعرفني انا افضل زهره بحبها كرائحه رائحه اليلانج يلانج، افضل زهره يعني انا من عشاق اليلانج يلانج. فزي ما قلت خشب الارز والجواياك، خشب الجواياك والعود واليلانج يلانج. بعد كده في قاعده الرايت اللي هو الفيتيفر، هو نجيل الهند والجلد والباتشولي، ده اللي انت دي النوتات بتاعت الوتر. الريحه بتاعته بقى هقول لك دلوقتي، اول ما بترش الوتر بتشم ريحه اروماتيك سبايسي، يعني ريحه اروماتيه، تمام. سبايسز فيها لمسه سبايسيه روعه، يعني انا لما بشم دلوقتي من الازازه انت مش هتشم جلد، مش شامم جلد خالص خالص، مفيش اي ريحه جلد. فزي ما قلت بيفتح معاك، ما انا اول ما ترش الافتتاحيه بتكون اروماتيك سبايسز، حاجه الصراحه تشرح القلب، يعني ما بتشمش جلد. اديله شويه كده سبحان الله، تعرف هتلاقي الجلد جه، يعني وانت ما تعرفش منين هتلاقي ريحه الجلد دخلت، ما تعرفش منين، يعني هتدخل عليك من كل حته. يعني انت لما بترشه هتلاقي المكان، يعني مرشوط على ايدك، المكان حوالين ايدك كله اتملى ريحه جلد، والاوضه مثلا انت رشيت اتحولت لريحه جلد، تمام. الجلد بيجي بكذا طريقه هنا في العطر، بيجي جلد سويت من اليانج لانج، ده مش موجود خالص في العطور، مفيش شركه او مفيش دار عملت خلطت بين الجلد واليانج لانج، فدول ده الخليط اللي بيجي مع بعض. بعد كده بيجي جلد بنفس الظهر، نفس اللمسه السويتيه بتاعت اليانج لانج، بلمسه بلسميه ولمسه مدخنه، يعني جلد سويت مدخن، يعني ايه سويت فلورا من اليلانج يلانج، ده بتقعد معاك لنهايه العطر. بس الزعفران زي ما قلت والكلام اللي في الافتتاحيه ده بيفضل موجود، بس يعني ايه كده اللي هو خرج من الافتتاحيه ما بتشموش، بس دخل في بقيه الميكس وبيفضل معاك لنهايه العطر. هل العطر قوي؟ لا، ابعد الحدود. هل العطر بيجيب مجاملات؟ عاوز جو بارد وهيجيب مجاملات لا يحصى لها. العطر اداؤه يعني فوحانه قوي، فوحانه قوي جدا. يعني انا لما رشيته كان زي ما قلت كان عندي من تقريبا جاي من 10 ايام، الجو كان بارد شويه، رشيت بس رشه ايدي هنا، على كنت لابس بلوفر كده، رشيت رشه هنا ممكن 3 ايام الريحه زي ما هي موجوده في البلوفر. انا ممكن اقول لك ممكن تشتري كبيره، بس لو انت عاوز بتدور على عطور يعني مميزه وعطور جميله وعطور قويه، فانا اللي هو حجم ال 27 ده بالنسبه لك هيكون كفايه، لان دي ممكن تقعد معاك، ممكن تقعد معاك كذا سنه، يعني انت مش عندك عطور مختلفه، فانت هتستخدم كل شويه مثلا ايه كل يوم مثلا عطر مختلف، فده ايه هتسيبه مثلا للمكان المفتوح. لو انت مثلا رايح فرح، رايح مثلا اي مكان مفتوح في جو بارد، العطر ده صراحه مبدع مبدع مبدع. عطر دخيني، ليدر، عطر جلدي، عطر دخاني، عطر سويت، عطر بلسمي، عطر سبايسي، في كل حاجه، عطر كامل متكامل. التعليق اللي جالي على العطر لما رشيته في البيت، التعليق اللي جالي كان العطر جميل بس لا 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 لا، العطر ده عاوز مكان مفتوح، ده ما ينفعش في البيت. وحقيقي يعني من العطور بجد في البيت ما تنفعش، لانك ممكن تقلب البيت كله يعني. بس يعني مش تقلب البيت ريحه وحشه ولا حاجه، لا، بس تقلب البيت ريحه جميله، بس تحس ان المكان اللي انت عايش فيه هيكون يعني مهما المكان واسع وكبير العطر بيمشي معاك. يعني دخلت الاوضه دي للاوضه ديت، نزلت تحت طلعت فوق، العطر بجد بيتحرك معاك، وكل ما طول ما انت ماشي يعني تحس ان هو ايه السنتريال، تحس ان هو سحابه او ديل ماشي وراك كده، ديل العطر يعني. فزي ما قلت لو انت النوعيه دي بتحبها من العطور، فانا انصحك بتجربه العطر ده. ممكن تجرب من عندهم سامبل، او ممكن تجرب من عندهم تشتري الازازه ديت كشراء عامه. وصراحه يعني انا قلت اعرض عليكم العطور من العطور المفضله اللي هو كان حب من اول شمه. فهسيب لكم اللينك بتاع الصفحه بتاعتهم تحت، ممكن تخش تعرف بالظبط الاسعار، سعر الكبيره وسعر الصغيره اللي هي ديت 27، وانا انا يعني نصيحتي ان هي تكون كفايه بالنسبه لك كتجربه. فيعني لو اتاحت لك الفرصه ان انت تجربه، لو جربته يا ريت تكتب لنا في التعليقات، لو ما جربتوش وعاوز تجربه، لو انت ذوقي نفس ذوقك، لو يعني ذوقنا متقارب وانت بتحب نوعيه العطور اللي انا بحبها بعيدا عن الجومان ده، يعني لو الناس تعرف ان انا بحب العطور الجومان ده ملوش دعوه بالجومان خالص، مش عطر سويت، هو سويت بطريقه مختلفه. والعطر لو انا هصنفه عطر ايه، في عطر جلدي
في عطور جلديه كتير، مثلا حاجه زي توم فورد مثلا، تاسك ليدر مثلا. تاسك ليدر كان اللي هو بالياسمين على بعض الجلد، وفي الياسمين وفي الراسبيري. ده يلانج يلانج، لو انت بتحب لمسه اليلانج يلانج سويت ولمسه بلسميه من اللي هو الجواياكود. انا عاشق ريحه الجواياكود، هي ريحه فيها فانيلا لايك، يعني فيها حاجه بسيطه من الفانيليا، مش ريحه فانيليا خالص، بس خشبيه بلمسه سويت زي ما تكون فيها فانيليا يعني، بس هي ما فيهاش فانيليا، بلمسه مدخنه. فالعطر يعني جلد مغلف بالكواياك وود بلمسه بلسميه ولمسه مدخنه، وخليط بينه وبين زهره الايلانج ايلانج، فعامل عطر الصراحه ما فيش حد عمل زيه في السوق. في يعني ايلانج ايلانج وعود وجلد ما فيش عطر بالشكل ده. فزي ما قلت ادخلوا الصفحة وجربوا وشوفوا، ونتابع الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.